موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي أن قيادة التحالف دمرت منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة. أقل العقيد المالكي إن تدمير المنصة تم عقب عملية رصد لمحاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية في مديرية مجز بمحافظة صعدة من قبل العناصر الحوثية بعد أن قامت بتمويهها لغرض إخفائها. إلى ذلك، أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثية الانقلابية في سماء مأرب. وقال مصدر عسكري قال إن قوات من الجيش تابعة للمنطقة العسكرية الثالثة أسقطت الطائرة التي كانت تحمل متفجرات قبل أن تصل إلى هدفها. أضاف المصدر أن الميليشيا كانت تستهدف بالطائرة المسيرة أحد مواقع الجيش في المحافظة. أعلن الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في جبهة الملاجم الشرقية البيضاء، واستعادت قوات من الجيش عددا من التباب الجبلية في منطقة الكبار عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثية الانقلابية التي لاذت بالفرار. إلى المهرة، حيث استلمت السلطات في المحافظة دفعة الوقود المخصصة لمحطات توليد الطاقة والمقدمة من الحكومة السعودية. وقال عبد الهادي القحطاني مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة، قال إن هذا الدعم من المشتقات النفطية التي نسلمها لمحافظة المهرة هي ضمن دفعات كثيرة موجهة إلى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية. هذا كل ما لدينا حتى الآن، نلقاكم لاحقاً.